السلام عليكم. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا الفارياتو دو لومينيزيتي. فارياتو دو لومينيزيتي يعني هنا ديود بلس 24 فولت 30 فولت يعني 20 فولت 30 فولت. فارياتو دو لومينيزيتي يعني هذاك مغير الضوء. هنا يعني الديود دي 1 واحد ان 5450 5404 ثم بي اي بي 1 هي بوتنسيومتر 10 كيلو اوم يعني هذاك ديال الدوران الذي يتحكم في الزياده في الضوء او نقصان الضوء. ثم هنا يعني ترانزستور تي 1 تي بي 142 ثم هنا سيذهب الى الكوليكتور الفاز سيذهب الى الكوليكتور والى البوتنسيومتر. ثم هنا من البوتنسيومتر ستذهب الى باز القاعده ثم هنا يعني لاحظوا يعني الى الريزيستونس 4.7 كيلو اوم ثم او 6.8 كيلو اوم هذه المقاومه. ثم من هنا الى زائد سي 1 يعني هذا الكوندنساتور 10 ميكروفاراد 10 ميكروفاراد 50 فولت 50 فولت. ومن هنا من الإيميتور ريزيستانس هذا كله ريزيستانس R يعني ريزيستانس 1 كيلو أوم 1 كيلو أوم ثم ريزيستانس 1 كيلو أوم ريزيستانس كانت مقاومة 1 كيلو أوم ريزيستانس 1 كيلو أوم ريزيستانس 1 كيلو أوم. هنا ليليد 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 5 7 15 20 25 25 ليد يعني 25 ليد. هنا قال لك الماكسي 300 ليد ماكسيموم يعني 300 ليد تقدر دير هنا 300 ليد ديرها ودير معاهم لي ريزيستونس يعني يمكن ان تزيد يعني من هاد فارياتور دو لومينيزيتي. وهنا يعني 0 فولت يعني ماس 0 فولت يعني جي ان دي يعني 0 0 فولت يعني 0 فولت من هنا. هذا يعني هنا يعني 24 فولت بلس 24 فولت يعني 24 فولت بلس 32 ان ديود ان بوتنسيومتر ان ترانزستور تي بي 142 يعني 240 ار 1 ريزيستونس 4.7 كيلو او 6.8 اوم. ici 1 2 3 4 5 5 ريزيستونس 1 كيلو اوم يعني 1 كيلو اوم. هنا يعني لي ليد 25 ليد يعني 25 ليد اون بو فير 300 ليد يعني ماكسيموم تقدر نديرو 300 ليد يعني هذا البوتنسيومتر سو بوتنسيومتر سوي كي فاري لا لومينيزيتي يعني هذا سيتحكم في هاد الاضواء الليدات ينقص او يزيد الضوء. هذا هو فارياتور دو لومينيزيتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.